الترحيل في ألمانيا، كثير من الأشخاص في ألمانيا عندهم ترحيل بحقهم، بينرفض طلب لجوءهم بيكون في ترحيل بحقهم، ولكن عمليات الترحيل بتفشل. يعني إذا بتلاحظوا كثير من الأشخاص في ألمانيا بدون إقامة شرعية، ما عندهم تصريح إقامة وما في ترحيل، يعني ما في عمليات جدية للترحيل. طيب شو هي الأسباب اللي بتخلي لفشل عمليات الترحيل؟ في عام 2023 كان في عنا 74,622 شخص كان من المفترض أو يجب ترحيلهم إلى خارج ألمانيا. أغلبية هؤلاء الأشخاص أو نسبة الكبرى منهم عندهم عمليات بصمة، يعني عندهم بصمة دبلن في دولة أخرى، وأتوا إلى ألمانيا قدموا اللجوء مرة أخرى. وبحسب أو بموجب اتفاقية دبلن، أول دولة بيصل إليها طالب اللجوء بيقدم فيها اللجوء هي الدولة المسؤولة عن طلب لجوءه. من أصل 74,622 شخص تم ترحيل 5,053 شخص فقط العام الماضي، والباقي فشل في الترحيل، فشلوا في ترحيلهم. طيب شو هي الأسباب فشل الترحيل في ألمانيا؟ هي على الشكل التالي. أولا أصدقائي شركوا في القناة، فعلوا زر الجرس لنستمر في تقديم الأفضل لكم مستقبلا. أول سبب لفشل عمليات الترحيل في ألمانيا هو إلغاء عملية الترحيل من جانب الدولة الأخرى. على سبيل المثال شخص عنده ترحيل في ألمانيا، الرحلة بتكون جاهزة، ولكن قبل يوم بيومين الدولة الأخرى تطلع بتقول أنه ما بدنا هذا الشخص، أو ألغينا عملية الترحيل، ألغينا الرحلة، خلاص هذا الشخص ما هو مرغوب بالنسبة لنا. فبهذا الشيء يعني بموجب هذا الشيء بتفشل عملية الترحيل. وأيضا في عنا بعد شخص ما بيقيم في ألمانيا أو بيتم رفض طلب لجوءه في ألمانيا 6 أشهر، أيضا يعني ما فيهم يرحلوا قانونيا إلى خارج ألمانيا إلا في حالات استثنائية. كمان هذا الشيء موجود، يعني شخص بيرفض طلب لجوءه في ألمانيا بعد 6 أشهر، إذا ترحل إذا ما ترحل خلاص قانونيا ما بيكون من الجائز ترحيلهم. السبب الثاني هو صدور أمر قضائي بمنع عملية الترحيل، يعني أمر قضائي من المحكمة الألمانية بيمنع عملية الترحيل، أو ما متعارف عليه هو صفة الدولدونج، يعني ما في عنده إقامة ولا بيتم ترحيله، عنده دولدونج. في كتير من الأشخاص عندهم دولدونج في ألمانيا بموجب قرار من المحكمة الألمانية. السبب الثالث هو مقاومة الأشخاص أثناء الترحيل. في العام الماضي 222 شخص كان في عندهم مقاومة شديدة أثناء الترحيل، هذا الشيء أدى إلى فشل الترحيل. يعني الشرطة بتقبض عليهم ولكن هذول الأشخاص يعني بيبدوا مقاومة شديدة، أحيانا توصل للضرب، أحيانا يوصل للكسر، أحيانا الشخص مثلا بيقفز من أماكن عالية ليروح للمستشفى، فبالتالي بيكون في فشل عملية الترحيل. طيب ما هي أكثر الدول اللي بيتم فيها الترحيل من ألمانيا؟ هي على شكل التالي. أولا النمسا، أكثر دولة بترحل إليها ألمانيا لاجئين اللي عندهم بصمة دبلن هي النمسا. في العام الماضي من أصل 5,053 شخص العدد الكلي، تم ترحيل 1,534 شخص إلى النمسا بموجب أنهم لديهم بصمة في النمسا، والنمسا هي مع الحدود وعندها علاقات طيبة وجيدة جدا مع ألمانيا، فبيكون في سهولة بعملية الترحيل. 1,534 شخص العام الماضي تم ترحيلهم إلى النمسا من أصل 5,053 شخص. هلأ في عنا دولة ما بعرف ليش هيك، إيطاليا كان من المفترض أن يتم ترحيل 15,479 شخص العام الماضي، من أصل هذا الرقم يعني تقريبا عم نحكي عن 15,500 شخص، العام الماضي بس رحلوا 11 شخص فقط، 11 طالب لجوء فقط. هذا الشيء بيعني أنه إيطاليا ما عم تستقبل المرحلين من ألمانيا اللي عندهم بصمة إيطاليا، إيطاليا ما عم تستقبلهم. وبشكل عام إيطاليا والحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني، هي حكومة يمينية، هي ضد فكرة الهجرة واللاجئين ومن أساسه، فمشان هيك ما بتقبل الأشخاص اللي عندهم بصمة دبلن من ألمانيا وأي دولة أخرى.
وآخر نقطة حول هذا الموضوع، المتحدث باسم الداخلية الألمانية قال أنه الحكومة الألمانية تجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحسين تنفيذ إجراءات دبلن. يعني بدهم يكون في ترحيل أكثر من ألمانيا إلى الدول الأخرى، هذا بخصوص الأشخاص اللي عندهم باص من دبلن في ألمانيا. ضبط 100 مليون دولار مزيف في ألمانيا، مزور يعني، بالتحديد 103 ملايين دولار. هذه الأموال أتت من تركيا، تم تصنيعها في تركيا، أتوا بها إلى ألمانيا، ومن ثم كان من المفترض أن يتم إرسالهم إلى أمريكا. 103 ملايين دولار كانوا موجودين داخل 3 باليتات وداخل، يعني على 3 باليتات وداخل 75 صندوق. المتهم الرئيسي بحسب المكتب الجنائي في هامبورغ اللي أعلن المعلومات والتفاصيل، المتهم الرئيسي بهذه العملية هو رجل أعمال عمره 42 سنة. تم تفتيش شركتين تابعين له ومخازن، وأيضا تم تفتيش بيته، وألقوا أو عثروا على هذه الأموال الضخمة. للمعلومة هاي الأموال يعني ما كانت نيتهم أنه يروحوا يشتروا فيها ويبيعوا فيها، هاي الأموال تم تصنيعها خصيصا لي يعني للعب بها أو بالحفلات أو بالأفلام السينمائية بيستعملوها، أو بيستعملوها في البارات ومقاصف والديسكوهات وهاي الأمور. يعني كانت نيتهم أنهم صنعوها ما يتعاملوا فيها، ما يزجوا بها بالسوق، ولكن بالرغم من ذلك هذا الشيء ممنوع في ألمانيا إلا إذا كان مرخص بإذن من الحكومة الألمانية. وهي الأموال تم صنعها في تركيا، فهذا الشيء أدى إلى يكون في منع لهذه الأموال وتصديرها وإلقاء القبض على رجل الأعمال اللي استعملوا مخازنه وشركاته لنقل هذه الأموال إلى خارج ألمانيا. تم تصنيعها في تركيا، جابوها لألمانيا، وبعدين كان بحسب الخطة أنهم يرسلوها لأمريكا. طبعا المعلومات أتت من جهاز الاستخبارات الأمريكي للمخابرات الألمانية، والمخابرات الألمانية تحركت وساوت هاي عملية التفتيش الكبيرة. وبحسب المعلومات الواردة الأموال كانت موجودة بمدينة يوبيك بشليسفيك هولشتاين وبمدينة هامبورغ. الحكومة الألمانية توافق على بطاقة الدفع بدل المساعدات المالية لطالبي اللجوء في ألمانيا الأزول بفيغبا. الحكومة الألمانية، ائتلاف الحكومة الألمانية حزب اس بي دي الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اف دي بي الليبرالي، وافقوا على البطاقة بدل المال. راح يتم تمرير هذا المشروع للبرلمان الألماني للتصويت. طبعا في عنا 3 خيارات: الدفع الكاش، وأيضا الدفع بالكارت، وأيضا ممكن يكون في مساعدات عينية هي على شكل أنه يعطوا بدل المال وبدل البطاقة أكل وشرب لطالبي اللجوء. ولكن المتوقع أنه يكون في اتفاق على أن يتم استعمال بطاقة مسبقة الدفع بدل الدفع بالكاش، بدل الأموال النقدية. هذه البطاقة هي على شكل التالي: 14 مقاطعة من أصل 16 مقاطعة ألمانية اتفقوا على أن يكون هناك في نظام سيستم موحد في ألمانيا، ما عدا مقاطعتين ميكلنبورغ فوربومين وبايرن، عندهم شيء تاني رح نحكي عليهم هلا. 14 مقاطعة اتفقت على شكل التالي: أنه يكون في بطاقة مسبقة الدفع، على أن يكون هناك يعني سحب لي 75 يورو شهريا، والباقي بيتم في الشراء. الباقي ما رح يكون في سماح بسحبه. باقي الأموال على سبيل المثال بيطلع لك 200 يورو شهريا وأنت طالب لجوء، راح تسحب 70 يورو 75 يورو، الباقي راح تشتري فيه اكل وشرب بالمنطقه اللي انت ساكن فيها والمناطق اللي حولك، ممكن 10 كيلومتر 15 ل 20 كيلومتر حولك، بعيد اكثر يعني ما راح يكون في سماح للشراء. هاي بخصوص ال 14 مقاطعه الالمانيه. اما في بايرن وميكلنبورغ فوربومين في عندنا شيء اكثر تشديد، يعني هن عم يحاولوا يطبقوا هاي الفكرة من الآن، من شهر الرابع شهر الخامس شهر السادس يكون تم تطبيقه على كافة المقاطعتين، على كافة يعني بشكل عام في المقاطعتين، كل البلديات وكل
كرايسات الموجودة بالمقاطعة في باين ومكلنبورغ فوربومين. يعني تقريبا بظرف لحد فصل الخريف في ألمانيا رح نشوف هاي البطاقة بيتم استعمالها على كافة ألمانيا وكافة البلديات والمدن الألمانية. طبعا هدفها هي منع جذب ألمانيا للاجئين أو تقليل جذب ألمانيا للاجئين، وأيضا منع إرسال هذه الأموال إلى خارج ألمانيا. طلعوا المسؤولين الألمان مرارا وتكرارا، وخاصة حزب CSU في باين، قال أنه هاي الأموال ما لازم تطلع برا ألمانيا ولازم تبقى داخل ألمانيا، واللاجئين لازم يعرفوا أنه ألمانيا ما هي بلد فقط أنه يجوا يأكلوا ويشربوا ويحصلوا على مساعدات مالية. سرقة أنثى حيوان مكاك ذيل الأسد في ألمانيا. ممكن ما حد يصدق أنه تم سرقة هذا الحيوان، ولكن للأسف هذا اللي حصل في مدينة لايبسيك في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي 3 من شهر 4. تم سرقة أنثى حيوان ذيل الأسد أو مكاك ذيل الأسد اللي عمرها 15 سنة واسمها روما، وكان عندها صديق عمره 12 سنة. اللصوص بحسب معلومات من الشرطة الألمانية، اللصوص دخلوا هذه الحظيرة وسرقوا روما بالقوة، والآن الشرطة أطلقت عملية بحث واسعة لأي حد عنده معلومات أو أي ممكن حد شاف أو يكون في يعني معلومات لعله وعسى طرف خيط للوصول إلى أنثى مكاك ذيل الأسد اللي اسمها روما، وصديقها ما أنصاب بأي أذى. شيء غريب حقيقة أنه يدخلوا على الحيوانات كمان يسرقوا الحيوانات، ما بعرف شو الهدف. لما تكون تروحوا تبيعوا الحيوان بمية ومئتين يورو. فللأسف الشديد عم نشوف شيء يعني من الأشياء النادرة تحصل في ألمانيا وفي العالم أيضا، أنه سرقوه بالقوة. اليوم السبت مثل ما شايفين احنا حاليا عم نصور فيديو بيوم السبت، كان من يعني أفضل أيام في ألمانيا لمحبي الحرارة. الحرارة اليوم ارتفعت وصلت ل 27-29 درجة في ألمانيا، واليوم أنا كنت حقيقة يعني كان في تسوق في خارج البيت، برا البيت كنت وحسيت بالحرارة والدفء اليوم في ألمانيا يوم السبت حقيقة، وكانت يعني درجات الحرارة وصلت إلى 25 درجة 27-29 درجة في أماكن معينة في ألمانيا. فكانت على شكل التالي: 29 درجة في بادن فورتنبرغ، في شتوتغارت أيضا 28 درجة، في ميونخ 23-28 درجة، في فرانكفورت 27 درجة، في شمال الراين 25-26 درجة، في وسط ألمانيا 26 درجة، في هانوفا 26 درجة، أيضا في شرق ألمانيا 24 درجة، في برلين 22 درجة، في هامبورغ 24 درجة في أقصى الشمال من ألمانيا، 17 درجة الشمال الغربي من ألمانيا، و19 درجة في كيل، وأيضا في بحر الشمال نوردزي يعني بيكون دائما هناك الحرارة منخفضة كان 19 درجة، وهناك كان دائما بتكون درجات الحرارة منخفضة بالنسبة للأماكن الأخرى سواء شرق ألمانيا أو وسط أو جنوب ألمانيا. كيف كان يومكم حقيقة في ألمانيا؟ أنا تعبت يعني مع تغيير المناخ، مع تغيير الجو عفوا، والصيام، ومشيت كتير، فكان حقيقة يوم متعب بالنسبة لي مع الصيام. هلا إذا شخص ما بيصوم ممكن يشرب الماء بكميات كبيرة ويروح حتى لو كان الجو 25 درجة أو 30 درجة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونلقاكم بفيديو آخر. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.